وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم سيدي أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما غاب عني الكرى وطيب الرقاد حين جفني غدا حليف السهاد لمصاب أشاب سود الليالي بعدما جلب بالعلا بسوادي هد ركن الهدى والرشد والدين وأشاد الضلال بعد الرشاد يا لخطب جرى على علة الكون يا لخطب جرى على علة الكون وغيث العباد غوث البلاد صبت خير الأنام وابن علي القدر والشان علة الإيجاد لست أنساه مفردا بين جمع أبرزوا فيك من الأحقاد يحطم الجيش رابط الجاش حتى ملأ الأرض من دماء الأعادي لم يزل يحصد الرؤوس بعضب أبدا للدماء في الحرب صادي وإذا بالنداء عجل فلبى فهوى للسجود فوق الوادي عجبا للسماء لم تهوي حزنا فوق وجه البسيط بعد العماد بيد إن الإله عم البرايا بهبات من فضله وأيادي بثمال العفات عين المعالي سيد الكائنات زين العباد ومثير الأحزان رزق الأيام مدعت بالصهيل صوت الجوادي برزت للقاء تعثر في الديل وتجري الدموع شبه الغادي فرأى
رأيت سرجه خليا فنادت تلك ووالدي ودي وعمادي فغدت اللهن بغير شعور نحو مثوى بقية الأمجاد فرأت في الصعيد ملقا حماها فرأت في الصعيد ملقا حماها شمت صدره خيول الأعادي فدعت والجفون قرحا وفي القلب لهيب من الأسى التقادي أحمى الضائعات بعدك ضعنا طلعت طلعت والحرم طلعا وراها وقصدا الحومة لقنم والسبع للقاع خده وتنزف دمومه اش حال عزيزة الزهرة بهالحالة المعشومة وليها مأيسة منه وحريم مطشرة وهالقوم طبق حفن بواليها لقنا يعالج بروحها بدمع الحار غسلنهن يا ويلي من الدم جروحة وما غسلت جرح قلبه مدامعهن المسفوحة تصب صب السحاب عليها لكنها تصب دموم وحدة تحسب جروحة وعليها ضاعت الحسبات وزينا بحبة بنحرة وتقلى وتجذب الحسرات ما تتميز الطعنات يا ابن امي من الطبرات عسى عيني العمى اخويا وعساني ما عشت لليوم نعمت عيني نعمت عيني ولا اشوفك وموسد بالترب خدك وكان وسادتك يا حسين صدر المصطفى جدك يا صيوان الحراير شوف ضلن بالعرى بعدك مهرمك يا خويا الماي وانت من الورد محروم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس لم تكن هذه الأمة موجودة آنذاك وإن كان أفرادها وإن كانت الجماعات التي شكلت كيانها بعدئذ كانت موجودة لكن هذه الأمة بخصائصها بمميزاتها التي أعطتها إياها الرسالة بتوجهها للعمل الاجتماعي على صعيد العالم قاطبة بالخلقية الخاصة التي بدأت تعيشها ضمن إطار هذه القيم وهذه المفاهيم لم تكن موجودة أخرجت إخراجا جديدا الأمة برسالتها وعندما أصبحت هذه الأمة ذات رسالة تعيشها داخل ضمائرها تتأطر بها
تحملها إلى الآخرين أصبحت خير أمة. الأمة الميتة، الأمة التي لا تتحرك، الأمة التي لا تعطي لا تعطي لا تأخذ، ليس لها حساب في ميزان الحياة وفي ميزان الناس، مجرد وجود كمي لا قيمة له. أما إذا كانت هذه الأمة ذات عطاء وحركة، أما إذا كانت هذه الأمة فاعلة تستطيع أن تعطي للحياة لونا جديدا، وتعطي للحياة نكهة جديدة، وتعطي للناس عطاء جديدا، تقوم بدور إشعاعي، بدور رسالي، تقوم بدور نقلة حضارية ونقلة تاريخية، تحمي الناس، هي الأمة الحية. ومن هنا تشوف القرآن الكريم يربط خيرية الأمة أو يربط قيمة الأمة برسالتها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ ليس بخصائص جنسية، ما يعيرها بال هاي الإسلام، هاي خرافة، خرافة الجنس، ليس بأية مواصفة أخرى، بأية خصيصة أخرى، وإنما كنتم خير أمة برسالتكم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. هذا هو الذي جعلكم خير أمة أخرجت للناس، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. هذه هي رسالتهم. الحقيقة مو غرضي أن أمشي ضمن هذا الإطار الذي تعطيه الآية، غرضي غرض آخر ربما بعيد عما توحيه الآية لك بادئ بدء. أقول أن القرآن الكريم في هذه الآية يخاطب الأمة، في آيات أخرى لا عدد لها، بل بالقرآن كله إذا استثنيت آيات محدودة يخاطب الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا، خطاب للأمة للناس. معنى ذلك الإسلام ده يأصل فهم جديد. الإسلام ده يجعل الأمة هي محل المخاطبة وهي محل المسؤولية وليس الحاكم. هذا شيء جديد جدا، كان التاريخ وكانت الحياة وكان مجرى الحياة يمليه الحكام، وكانت العهود تنسب للحكام، فهذا عهد الفراعنة، وهذا عهد الأسرة الفلانية، وهذا عهد الأسرة الفلانية، هذا التاريخ ينسب للحكام. أن يأتي الإسلام ويعزل الحكام جانبا ويعزل النبي نفسه جانبا، هذه مسألة غريبة جدا. القرآن، صميم القرآن، النبي الذي هو أساسا وساطة، الوساطة الذي تبلغنا تنقل إن الأحكام، النبي الذي هو أساسا سبب يقظة حركة هذه الأمة، النبي العنصر الفاعل في وجودها أساسا، النبي نفسه القرآن الكريم لا يفسح له مجالا واسعا ضمن المخاطبة، يخاطب كفرد من الأمة. نعم للنبي مكانه، هي قضية أخرى، لاحظ لا تفهمها فهم ضيق، قضية أخرى. النبي صلى الله عليه وآله من الناحية التاريخية القرآن، ومن الناحية المناجية يضع الأمة بحسابه. صحيح أن النبي هو الذي حمل الرسالة للناس، وصحيح أن النبي هو الرائد وهو القدوة وهو الأسوة، وصحيح أن النبي هو الذي يخط للأمة المسار، وهو الذي يشخص لها الغاية عبر ما يدلي به من أحكام ومفاهيم. لكن من الذي يصنع الوجود الجديد؟
من الذي يسهم في النشاط المختلف للمجتمع؟ من الذي يحارب؟ من الذي يفتح؟ من الذي يشيد العمران؟ من الذي يبني المدنيات والحضارات؟ من؟ الأمة. والقرآن لا يغمطها حقها من هذه الناحية. الخطاب للأمة. شيء آخر، النبي وجود محصوم يعايش الأمة لفترة معينة، وراء النبي صلوات الله وسلامه عليه ووراء الأئمة الاثني عشر المعصومين في عقيدة الشيعة الإمامية، سوف تستلم الأمة مقاليد أمورها، وعندئذ يكون الحاكم فردا من الأمة يعكس مستواها ويعكس إمكاناتها ويعكس خلقيتها والتزامها. كيفما تكونوا يولى عليكم، يعني الحكام من مستواكم لأنهم بعض الأمة. حسنا، فما هو الضمان لالتزامهم؟ الأمة. ومن هنا هي صاحبة المسؤولية. الإسلام خلاها هي صاحبة المسؤولية. الشريعة من أجل صالحك أيتها الأمة، والدستور من أجل حياتك أنت، والحكام يقومون بدور الإشراف على التطبيق والتنفيذ، وهم مجرد جهاز أنت توافقين على قيامه عبر عقد اجتماعي بينك وبينه إلى أن يقوم بهذه الوظيفة. ومن هنا عليك أن تراقبيه جيدا، لأنك أنت صاحبة المصلحة الحقيقية في التطبيق، وأنت صاحبة المصلحة الحقيقية في قيام النظام. هذه المسألة الإسلام يضعها في حسابه على مدى طويل وعلى مدى قصير، ومر عليك شواهد تحدثنا عنها كيف أن النبي كان يدرب الأمة على ذلك. ليس هذا من غرضنا أيضا، ما زال الغرض أمامنا. لما جاء المسلمون وكتبوا التاريخ الإسلامي، بدءا من أول كاتب للتاريخ الإسلامي، ماذا وجدنا؟ وجدنا انفصالا كاملا عن المفهوم الذي حدده الإسلام، أو عن الخط الذي وضعه الإسلام، أو عن الفهم الذي أراد الإسلام أن يرسخه داخل الناس، أن الأمة هي الفاعلة وهي المتحركة وهي البانية وهي التي تقوم بالدور الأعظم. وجدنا المؤرخين المسلمين بدءا من أول مؤرخ يؤرخ لنشاطات الحكام، يؤرخ لأعمال الحكام، يؤرخ لحياة الحكام. كل التاريخ الإسلامي تجد يقسم إلى عهود. شيء فظيع أن تأخذ التاريخ الإسلامي فتبصر عنوان خلافة فلان ابن فلان، وتمشي مع التاريخ فإذا به يؤرخ لخليفة لا لأمة، يؤرخ لفرد لا لشعب. وإذا ما ذكرت الأمة فهي تذكر لأن هذا الفرد استخدمها في هذا المجال أو ذاك، ووجهها في هذا الحقل أو ذاك. الأمة كوجود كبير ممتد فاعل، الأمة المسلمة التي يوجه الله خطابه إليها لا تلمس وجودها. ووجه الخليفة جيشا لفتح الجهة الفلانية، هذا الجيش به مئات من المسلمين، من المفكرين ومن العلماء ومن الباحثين ومن العمال ومن المزارعين ومن التجار ومن المتعبدين، ما لهم حساب، كلهم يضيعوا. الحديث عن الخليفة والذي فتح هو، والذي انتصر هو، والذي كسب للأمة وللإسلام هو، والذي يكال له الثواب كيلا هو، والمجاهدون والأفراد الذين بذلوا الدماء لا تكاد تبصر لهم وجودا في التاريخ. هذا بالطبع يعني نقد للمؤرخين، نقد للمنهج التاريخي. التاريخ الإسلامي إذن لم يستطع أن يستوعب النظرية الإسلامية. التاريخ الإسلامي لا يعكس ما أراد القرآن أن يتمثله المسلمون من أن التاريخ يجب أن يكون لحركة الأمة لا لحركة الأفراد. والغريب جدا أنك تجد التاريخ وهو يتناول حياة الرسول صلى الله عليه وآله، يتناول عهد الرسول صلى الله عليه وآله، يؤرخ للأمة. هذا شيء لحظة، يعني ارجع وقلب الطبري، وارجع وقلب ابن الأثير،
وارجع وقلب مروج الذهب وارجع وقلب تاريخ الخلفاء. لما يتحدث في عهد الرسول يؤرخ للأمة: وفتح المسلمون وذهب المسلمون لغزوة بدر وكان عدد المسلمين كذا وكان إسهام فلان كذا وكان مشورة فلان كذا وكان تخطيط فلان كذا، فتبصر المسلمين يتحركون كأمة وكجماعة ويسهمون ويتفاعلون ويتبادلون الرأي. هذا تبصر حركة أمة مع الرسول. لكن لما ينتهي عهد الرسول تروح الأمة تغمر ويصبح الحديث حديث آخر. فنحن الآن تاريخنا بالحقيقة نجد يعكس إنا من خلال نشاطات الخلفاء ابتداء من العصر الأموي حتى تنزل إلى آخر ما أرخ له المؤرخون الكبار. وهذا بالطبع يعني شيء غريب جدا. ومن هنا المسألة الخطورة وين تأتي؟ خطورة تأتي أن التاريخ الذي تحدث لنا عن الأمة من خلال الخلفاء لم يعكس لنا من نشاطات الأمة إلا بمقدار ما يسيغه مزاج الحكام، إلا بمقدار ما يرى الحكام وما يرى الخلفاء جواز كتابته وجواز الإعلان عنه وجواز تدوينه. أما حقائق حركة الأمة الأخرى، أما نشاطها الآخر، أما قوى المعارضة وقوى الثورة، أما الانتفاضات التي حدثت في هذه الفترة أو تلك في هذا المكان أو ذاك، ما هي دوافعها، ما هي الشروط الموضوعية لتحركها، ما هي أهدافها، ما هو المحتوى الاجتماعي لهذه الحركات، لا تكاد تجد شيئا. التاريخ دائما يتجاوزها ويعبر عنها بتعبير مخجل جدا يسميها فتنة. التاريخ يعبر عن الثورات بالفتنة، لاحظ، كأن الوضع القائم هو القاعدة، وكأن كل تحرك يأتي ليستبدل هذا الوضع القائم أو ليصلح أو ليحتج عليه أو لينتقد يعتبره تاريخنا المدون فتنة. فأنت تبصر الحركات التي قامت لأهداف اجتماعية تستمد محتواها الفكري من الإسلام وعلى أساسه تسمى بالفتن. لاحظ، ومن تقرأ الملاحم والفتن تجد ضمن هذه الملاحم الانتفاضات الثورية التي تمثل وجه أمتنا الأصيل ومحتواها الأسمى، وتمثل قابلية الذي أراد أن يوجدها الإسلام، قابلية المعارضة. إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها. هذه الأمة التي شهدناها تقوم وتحترض في عهد الخلفاء الراشدين دون أن يتأذوا ودون أن يحتجوا ودون أن يعتبروا ذلك خروجا. هذه المسألة لا نبصرها في التاريخ. ومن هنا قوى الثورة وقوى المعارضة الإسلامية ظلمت ظلما رهيبا جدا في تاريخنا الإسلام، لا يكاد المسلمون يعرفون عنها شيئا. والمسلمون الذين اعتبروا الواقع التاريخي للإسلام هو الواقع الذي يمثل المحتوى الإسلامي راحوا ضحية سوء فهم غريب في مجرى التاريخ الإسلامي ومجرى الفكر الإسلامي. هناك جماعة تعتبر الأمر الواقع هو الأمر يعني النظرية الصحيح، الأمر الواقع هو الحقيقة. هذا مقياس غريب جدا، أن يكون الأمر الواقع هو الحقيقة مقياس يمكن أن يكون زائفا ويمكن أن يكون صحيحا. لاحظ، بعض المسلمين اعتبروا الأمر الواقع هو الحقيقة. حسنا، عندئذ ما جاوز الأمر الواقع لم يعيروه بالا، لم يشاءوا أن يفتحوا أبصارهم ولا بصائرهم عليه. لماذا حثت معارضة مثلا في عهد ما؟ ما هي دوافعها؟ لماذا تحرك أصحابها؟ ينظرون باشمئزاز إليها. لما؟ لأن التاريخ حاول أن يعكسها بصورة تجعل الإنسان يشمئز منها. التاريخ كان صحافة العهود السابقة، والصحافة ليس لها من وظيفة إلا أن تمجد الأوضاع الراهنة في وقت ما أو في مجتمع ما. هي
هكذا يعني لا تستطيع أن تتجاوزها إلا قليلا، المقدار الذي ما يمس الصميم، المقدار الذي لا ينفذ إلى الأعماق، المقدار الذي لا يهز الأوضاع حزا شديدا. والتاريخ كان بهذا الشكل، ومن هنا ما كان يتجاوز المؤرخ ما يتجاوز الحدود التي تسمح بها السلطات آنذاك. إذا كان كذلك ترى كيف يستطيع مؤرخ أن يعكس لنا ضمن العهد الأموي ثورة زيد بن علي مثلا، أو ثورة الحسين بن علي كما هي، أو ثورة ابن الأشعث أو ابن المغيرة أو يحيى بن زيد؟ كيف يستطيع أن يعكس لنا مؤرخ بشكل دقيق دوافع وأهداف وغايات ومدى التحام الجمهور وصلة بثورة النفس الزكية، محمد النفس الزكية أبناء الحسن؟ كيف يمكن أن يعكس لنا مدى عمق العمق الجماهيري والعمق الشعبي لثورة زيد النار مثلا؟ لا نستطيع أن نفهم هذا. لما؟ لأنه يكتب في عهد لا يسمح له أن يعطي لهذه الحركة صورة تستطيع أن تنقلها إلى عقل ضمير وجدان الجمهور، ومن هنا يجب أن يضبب عليها. ولذلك تمر بعبارات للمؤرخين مؤلمة، ونكتفي بهذا القدر مما ذكرنا، ونعرض صفحا عن بقية القصة فهي معروفة. يخشى ويخاف. يقول أحدهم: قلت لمحدث: كيف تخفل مثل فلان ومثل فلان ومثل، ذكرت له جماعة، قال: الله الله في دمي، الله الله في دمي. بهذا الشكل. قلنا الصحافة، إذا التاريخ الإسلامي ده يمثل صحافة، من هنا حتى تاريخنا الأدبي تشوفه من خلال حيوات الحكام. أنت تقرأ الأغاني لأبي الفرج للصهاني، لا تقرأ الأغاني منفصلة عن حياة الحكام، وإنما متصلة بحياة الحكام وجواريهم ومغنيهم ومجونهم ولذاذاتهم وغير ذلك، مرتبطة ارتباط معين. وعندما يتحدث إن عن العلماء، يتحدث إن عن العلماء عندما تكون لهم علاقة بالدولة، عندما يتعاملون معها، عندما يدنيهم أمير المؤمنين، يجيزهم، يعطيهم موقعا معينا بهالحدود هذا. أما العالم الذي وقف إلى صف الأمة، وأما العالم الذي التزم بمبادئه، وأما العالم الذي مثل استعلاء إنسانيا وروحيا على الاستخذاء وعلى الذل، يعرضون عنا صفحة. ولذلك أنت يمكن أن تتحدى في أن تجد ذكرا لأولئك الذين وقفوا بمعزل عن التعامل، أولئك الذين لم يطأطئوا رؤوسهم للسلطات، لا تجد شيئا أبدا. الحقيقة الإنسان يحرج أحيانا. ليش يحرج؟ لأن المسألة أصبحت على درجة من الحساسية أن النقد فيها لا يؤخذ بوجه العلمي، ولا يؤخذ على أساس أنه نقد ذاتي من فرد من الأمة يحرص على ماضيها ويحرص على حاضرها ويحرص على مستقبلها، ويحاول أنه يفتح لها قوة للإبصار إلى واقعها بشكل صحيح، وإنما يؤخذ على أنه يصدر غالبا من زاوية متحيزة أو مذهبية تخليك محرج جدا. كيف تذكر أرقاما؟ كيف تذكر أسماء؟ كيف تذكر العوامل بشكلها الدقيق وتشخصها وتشير إليها حتى من خلال التاريخ الموجود؟ المسألة بلغت هذه الدرجة من الحساسية، وإلا هناك عشرات الأرقام التي يمكن أن تذكرها وتقول من الذي ذكر وكتب عنه، ومن الذي أخفل ولم يكتب عنه، ومن الذي كان ذا دور فاعل في حياة الأمة، ومن الذي لم يكن ذا دور فاعل، ومن الذي يمثل ضمير الأمة وروحها وفكرها ومصالحها، ومن ذا الذي يمثل مصالح الحكام وأفكارهم وأهواءهم ويجسد في تحركاته وفي تصرفاته ما يريدون. موجودين. يدخل مقاتل على هارون الرشيد أو يدخل على المأمون، على المأمون يقول له: إن شئت أن أضع لك في تأريخ العباس، أو شئت أن أضع لك أحاديث في فضله فعلت.
قال لا حاجة لي في ذلك. طبعا مطيع بن اياس وضع احاديث حتى في فضل المهدي ابن المنصور مقابل اخيه جعفر ابن المنصور، قال رسول الله المهدي ابن عبد الله امه من غيرنا، يبعثه الله فيملأ الارض به قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. في المهدي العباسي وضعها، المهدي ابن عبد الله. طبعا هناك حديث في المهدي حاول الحكام أن يستغلوها، فوجهوا المحدثين لاستغلالها. وصل الأمر أن بعض المحدثين وبعض العلماء يخدمون الحكام إلى هذا المستوى. كانت لأحد الخلفاء هو المهدي بنفسه، كان له ولع بالحمام، كان مولع بالحمام، وبما أن هذه الهواية لا تتلائم مع مركزه الديني والسياسي حاول أن يبررها تبريرا دينيا. فدخل عليه محدث من المحدثين يسمى غياث أو ما يقرب من هذا الاسم، ووضع له حديثا قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا سبق إلا في حافر أو نصل أو جناح أو جناح، فأمر له بعشرة آلاف دينار. فلما انصرف قال أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله، ما قال رسول الله جناح ولكن أراد أن يسترضيني. هناك أرقام أخرى بالحقيقة نحاول أن نعرض عنها. قلنا إهمال الأمة، إهمال تحرك الأمة مسألة لا يمكن أن تستساغ من الناحية المنهجية. المؤرخون يقولون أن الحدث التاريخي كل حدث كان ذا أثر أو حدث يمكن أن يكون مستقبلا ذا أثر، ما عند عطاء الآن يمكن يصير له عطاء بعد إذن، هذا يسمى حادث تاريخي يجب أن لا يغفل، يجب أن يسجل، سواء كان حادثا طبيعيا أو حادثا اجتماعيا يسمى حادثا تاريخيا. إلى ذلك يذهب ماير مثلا، نحن مع في أن التاريخ هو أو أن الواقع التاريخية هو كل حدث كان ذا أثر أو يمكن أن يكون ذا أثر. إذا كان كذلك فهل الأمة الإسلامية لم تكن ذات أثر في حياة المسلمين في وجودهم؟ إذا كانت الأمة ذات أثر فنحن لا نراها في هذا التاريخ المكتوب، نحن نرى يزيد بن معاوية ونرى عبد الملك بن مروان ونرى الوليد بن عبد الملك ونرى مروان الحمار ونرى السفاح ونرى هارون الرشيد، أو لا نرى الأمة وعلماءها نشاطاتها المختلفة لا تكاد تبصرها. الحقيقة يا أخي لو وقفت المسألة عند حدود الأحداث التاريخية لهان الخطب ولهان الأمر، لكن هو التاريخ قد مفهوم عريض. قلنا اتأثر الأدب بذلك، فإذا بالأدب نراه ونبصره من خلال علاقة الحكام، علاقة الحكام به سلبا أو إيجابا. حسنا، تأثرت الأحاديث به، فإذا بالوضع يكثر على هذا الأساس وتنتشر الأحاديث الموضوعة في كتبنا، حتى قال أحد المحدثين أو أحد دارس الحديث كتبنا عن الكذابين والوضاعين وسجرنا التنور وأخرجنا خبزا نضيجا. لاحظ شقد هاي الكتابة، ومن هنا تشوف علمانا ومقدار ما كتبوه، سنتحدث بعد إذن عن هذا. بعد إذن بالحقيقة المسألة وصلت إلى درجة أن أبا حنيفة الإمام النعمان بن ثابت لم يصح لديه عن رسول الله إذا هذا الركام من الأحاديث إلا 17 حديثا. لماذا؟ اختلط الحابل بالنابل. فإذا إذا كانت الأمة ذات أثر وكان امتداد أثر الحكام هائلا ورهيبا، لماذا لا نرى للأمة وجودا في تاريخنا؟ الأمة الإسلامية بالحقيقة من الناحية الواقعية ومن الناحية المنهجية ما يصح إغفالها. لما؟ لأنها أمة ليست كغيرها من الأمم. يمكن أن نعذر المؤرخ إذا كانت هذه الأمة أمة لم تعرف دستورا ولا تعرف نظام، أمة كالأمة الفرعونية يحكمها فرعون، إرادة فرعون هي القانون، وإرادة فرعون هي النظام، وإرادة فرعون هي الشريعة.
لكن أمة كالأمة الإسلامية تملك دستورا وتملك قواعد معروفة ومفهومة لهذا الدستور، وكانت تحاسب على أساسها حكامها، وكانت لها مواقف مشرفة جدا وهي تعارض هؤلاء الحكام. وقلنا أن عملية تدريبها على مثل هذه المعارضة بدأت في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، وبقي مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائما في أذهان المسلمين حتى الآن ومعروفا، حق يقرع به أدنى المسلمين أنف أعلاهم، هكذا يقول رسول الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق يقرع به أدنى المسلمين أنف أعلاهم. هذا الحق الأمة كانت تعرفه وتمارسه. ومن هنا احنا رأينا أن الأمة الإسلامية أمة دستورية، معنى ذلك أن حكمها أو أن حاكمها ليس حاكما مطلق الإرادة يتصرف بأهواء، وإنما حاكم مقيد يأتي ببيعة، ويأتي مقيدا بدستور، ويأتي مقيدا بإرادة الله وبإرادة الأمة، ما يملك التصرف، ما إلى إرادة خارج نطاق الشريعة. أيها الناس إذا استقمت فأعينوني وإذا زغت فقوموني، إن لم تقوم قومناك بالسيف. هذه كلمة تعكس لك الواقع كيف كانت الأمة. الأمة الإسلامية الحقيقة ما عاشت مبادئها على مستوى نظري فقط، وإنما عاشته على مستوى عملي، شهدناه واقعة بعد أخرى وانتفاضة بعد أخرى وحدثا بعد آخر. أتريد شاهدا ورقما على ذلك؟ نحن نرى أن الخليفة الثالث قتل ضمن ثورة اشترك فيها العراق والحجاز ومصر واليمن. أتريد شاهدا؟ الحسين ثار على يزيد بن معاوية، التوابون ثاروا، المدينة المنورة ثارت في واقعة الحرة. أتريد شاهدا؟ ثار ابن الأشعث، مطرف ابن المغيرة، زيد ابن علي، يحيى ابن زيد، ابناء الحسن. ده تشوف ثورات متوالية، وين هاي الثورة؟ لماذا لا نبصر لها تاريخا مفصلا تعرفنا على قادتها وأهدافهم وآراءهم ودوافعهم وشخصياتهم وعلاقة الجمهور بيهم ومدى توافر الشروط لهذه الحركة وتقابل بينها؟ ليش ما نبصر إلا تاريخ الحكام بس؟ الأمة إذا ساهمة، كان تراكم السخط لدى الأمة يفجر هذه الثورات بشكل متوالي. هذه الثورات لم تكن ثورات انفعالية، يعني مجرد غضب، فد واحد من القوات، واحد من كبار الرؤوس شاء أن ينفعل، أن يغضب في موقف معين، انفعلت معه عشيرته وثارت على الحكام. ليست المسألة كذلك، كل هذه الحركات التي ذكرت لم تكن ثورات انفعالية ولا ثورات احتجاجية آنية، وإنما كانت ثورات ذات محتوى اجتماعي وذات رسالة فكرية معينة وذات أهداف مخططة، والناس ينتمون إليها لا على أساس أن بطلا معينا قادها، وإنما على أساس أن ثمة أهداف ومبادئ تنتظم أصحابها. هذه ثورات هكذا، كل هذه الثورات كانت كذلك. هنالك بعض الناس استغل سخط الأمة واستغل ارتباط الأمة بالشريعة الإسلامية وتبنيها للأمر بمعروف والنهي عن المنكر، وحاول أن يتسلق على أكتافها. هذا يحدث في تاريخ كل أمة. الحقيقة العباسيين تسلقوا على أكتاف الأمة وتسلقوا على أكتاف الثائرين، يعني الأمة كانت ثائرة ساخطة على حكم الأمويين، وحركة الحسين فجرت السخط وفجرت الحقد، وظلت الثورات باسمها وتحت راياتها تقوم، استثمره العباسيون وجاءوا بديكتاتورية وباستبداد لم يفعله الأمويون أنفسهم. المهم أن الاستغلال هذه مسألة معروفة، لكن الأمة ثوراتها كانت ثورات ذات محتوى اجتماعي، فلماذا أغفلت إذن؟ لماذا؟ هذا هو الكلام الذي بالحقيقة الإنسان يجب أن يطرحه. من هنا قلنا تاريخنا بالحقيقة في هذه المرحلة من الزمن، وأمتنا تستيقظ، وأمتنا
تحاول أن تتلمس جذورها، وأمتنا تحاول أن تتعرف على ذاتها، وأمتنا تريد أن تتلمس خصائصها عبر هذا التراث، يجب أن لا يؤخذ من هذا التاريخ الذي كتب من وجهة نظر واحدة، هي وجهة نظر الواقع، والواقع لا يمثل الحقيقة دائما. يجب أن لا يعتمد المسلمون ما دون من وجهة نظر معينة ضمن فترة معينة. هذه مسألة فيها شيء كثير من الظلم، وإنما يجب أن ينفتح المسلم على تأريخ برمته، ويحاول أن ينتزع الصورة الحقيقية التي تمثل وجه الأمة الحقيقي. ووجه الأمة الحقيقي أين يكمن؟ كيف نتعرف عليه؟ يمكن واحد يقول لي هالشكل، وجه الأمة الحقيقي كيف نتعرف عليه؟ هذه هي المسألة. الإمام علي سأله واحد مثل هذا السؤال فقال: اعرف الحق تعرف أهله. أليس هناك مقياس؟ أليس الذي يحتضن الإسلام هو المسلم؟ التاريخ الإسلامي ماذا؟ أليس الذي يمثل حركة أمة تبنت الإسلام في فترة من الزمن كدستور لها، كنظام، كتشريع؟ هذا الإنسان الذي يصر على التشريع بكل خصائصه وبكل منطلقاته، أو يرفض أن يساوم عليه في هذا المجال أو ذاك، هو المسلم. فإذا رأيت حركة تحتضن الإسلام ضد استبداد، ضد ملك فردي، ضد إثرة، ضد تلاعب بالمقدرات، ضد فسق وفجور وتحلل، ضد تلاعب بمقدرات الأمة، هي التي تمثل وجه الأمة وتمثل المجرى الحقيقي لتاريخها. أما الوجه الآخر فيجب أن أعتبره الوجه الذي لا يمثل وجه الأمة، وإنما يمثل وجهها المسخ ووجهها المشوه. كيف نستطيع أن نفعل ذلك؟ هاي هي المسألة. كتب مؤرخون القدماء: علقنا الآمال على من يكتب تاريخنا جديدا. كتب المؤرخون الجدد: وجدنا فيما كتبوه نسخة أخرى مطورة في الأسلوب وفي الطرح لا أكثر ولا أقل. ما كتبه المحدثون نسخة من حيث المنظور ومن حيث الرؤية ومن حيث الوقائع ومن حيث الفهم ومن حيث وجهة النظر لما كتبه الأقدم. يعني أن المؤرخ الحديث لم يستطع أن يخرج من نطاق المنظور التاريخي القديم ويتحلل من عقد الرواسب التي ورثناها عن تاريخ متطاول من الصراع المذهبي، ويصبح مسلما ينظر للأمة بكل تياراتها، بكل أفكارها، بكل مذاهبها، بكل عناصرها، على أنها تمثل حركة أمة، تمثل وجودا واحدا. وعندئذ يستطيع من خلال معايشة لأفكارها أن يفرز المجرى الصحيح للأمة. ما يعتبر الحكم الذي انحرف هو الذي يمثل الحقيقة التاريخية ويمثل الواقع التاريخي. وجدنا ما كتبه المؤرخون كردالي، أحمد أمين، طه حسين، امتدادا لما كتبه الأقدمون. لا تجد فيه شيئا جديدا على الإطلاق، نفس الزاوية ونفس المنظور ونفس الأرضية. من هنا يجب أن نكتب تاريخنا كتابة جديدة لصالح أمتنا في حاضرها ومستقبلها، لصالح كل فئاتها، كل مذاهبها. المذاهب الإسلامية وجهات نظر قامت على أسس، هذه الأسس يرى فيها أصحابها كل فئة من هذه الأمة، ترى في الأسس التي اختزلتها فقهيا أو كلاميا وجه الحقيقة. ومن هنا ليس لك أبدا أن تحاورها في هذا الشأن إلا حوارا علميا. يجب أن يدرس التاريخ بهذا الشكل، أن نأخذ حركة الأمة وأن نأخذ حركة الحكام، لا بمعزل عن الأمة، لأن الحاكم مرة يمثل دور الرائد والقائد والموجه، والحاكم مرة أخرى يمثل دور المتحدي والنقيض، أليس كذلك؟ واحد من اثنين. الحاكم لو يمثل دور قائد ورائد
يخط للأمة طريقها ويمثل مطامعها ويستقطب اهتمامها، وهذا كما فعله محمد صلى الله عليه وآله وسلم رائد الأمة وقائدها، مو بس يمثل طموحاتها بل يسبق هذه الطموحات، مو يحقق رغباتها بل يسبق هذه الرغبات ويطمنها. الأمة بالحقيقة ما كانت تدرك أن لها حقوقا بهذه الضخامة. محمد صلى الله عليه وآله هو الذي فتح وعيها وفتح بصيرتها على ذلك، هو الذي ديرود، هو الذي أنشأها وقاتها، وعندئذ يصبح الحاكم محل استقطاب عواطف الأمة وولائها وحبها، يصبح موجه، هو يمشي وهي تمشي وراءه. هذا دور الرائد، إذا أصبح الحاكم يمثل طموحات الأمة ورغباتها وخطها يصبح رائدا وقائدا منسجما معه. أما عندما يمثل دور النقيض والمتحدي للأمة مطامح والحاكم يقف ضدها، وللأمة رغبات والحاكم يسحقها، وللأمة حقوق والحاكم لا يبالي بها، عندئذ يمثل الحاكم دور المتحدي، والأمة في الدورين معا مع الحاكم، في دور المتحدي وفي دور النقيض هي الفاعلة وهي المؤثر. لما يكون دور قائد هي تمشي وراءه وهو يحقق المعاجز ويحقق الأفاعيل بواسطتها، ولما يصبح دور المتحدي الأمة تثور والأمة تتحرك والأمة ترد، الأمة دائما فاعلة. من هنا تاريخنا يجب أن يدرس بهذا الشكل، يجب أن ندرس دراسة فاحصة هذه الروايات الكثيرة هنا وهنا، هذه الروايات التي تعكس لنا حدثا تاريخيا واحدا بصور متعددة، أحيانا بصور متعددة لدرجة تقف ذاهلا ما هي الصورة التي تمثل الواقع التاريخي بالفعل. أما حدث لك أن تقف أمام التاريخ هكذا، ينقل الطبري لك حدثا واحدا واقعة واحدة قضية واحدة في زمان واحد، لكنها بصورة ثم بصورة أخرى ثم بصورة ثالثة، تقف فتقول أنت أية صورة تمثل الواقع وتمثل الحقيقة. هذا ما يقع في التاريخ، حدث واحد يروى بصور مختلفة. أول ما نفعل الحقيقة أن نأخذ هذه الصور المختلفة فنجمعها جميعا من كل مصادرها ونرى هل أنها صور متكاملة أو أنها صور يكمل بعضها بعضا، صورة تحكس جانبا معينا من الواقع وتأتي هذه الصورة الأخرى لتحكس جانبا آخر، وعندئذ لا يكون بينها تناقض وإنما نجمع الصورتين معا لنعطي صورة متكاملة. هذا جانب. ومرة الحقيقة صورة تناقض صورة أخرى، وعندئذ نلجأ إلى عملية أخرى، عملية جديدة. ما هي؟ نحاكم هذه الصورة محاكمة خارجية. ما تعني المحاكمة الخارجية؟ تعني أن نتلمس هذا النص عبر النسخ المختلفة، تعني أن ندرس سلسلة الرواة، هذا هو الجهد المتعب الذي مارسه علماء الأمة من مذاهبها المختلفة وأضنوا أنفسهم في ميزان الاعتدال للذهبي، لسان الميزان من الرجال وعلم الحديث والتاريخ وتعطي مقاييس. ننظر السند، روى فلان زيد عن بكر عن خالد، نأخذ هذه الأسماء نقول هذا بكر ما هو مستوى، هل كان صادقا معروف بالصدق أو معروف لدى الأمة بالكذب وبالتحلل وباللاؤبالية، لا يعبأ أن يختلق الحديث، لا يعبأ أن يبتري، لا يعبأ أن يكذب. هذه مسألة يجب أن نبحثها الرواة فردا فردا. حسنا، هذه الواقعة التي نقلها ما هي بالنسبة له؟ هل يمكن أن يتحيز لها؟ يمكن أن تكون يكون هؤلاء الرواة متحيزين لهذه الوجهة من النظر التي عكسوها عبر هذه الواقعة، مرتبطين بها فكريا سياسيا مذهبيا مصلحيا بشكل من الأشكال؟ هذه مسألة إلها آثارها الهامة جدا. لما؟
لأن علماءنا عندما درسوا الوضع من المذاهب المختلفة وجدوا أن وراء هذا الوضع الرهيب دوافع سياسية ودوافع اقتصادية ودوافع دينية عقائدية ودوافع ذاتية معينة، وجدوا في الدوافع الدينية فئات مختلفة، الزنادقة وغلات الغلات والمتمذهبون على أساس الخلافة أو على أساس المذهبية الفقهية أو المذهبية الكلامية، وأهل الكتاب اليهود والنصارى، كل هؤلاء لعبوا أدوارا في تشويه تاريخنا. ومن هنا يجب أن نعرف هذا الراوي، هذا الراوي ما هو انتماء المذهبي، ما هو انتماء السياسي، ما هو موقفه، ما هو ارتباط المصلحي بمثل هذا الحديث أو بمثل هذه الواقعة، نشخصها تشخيصا جيدا حتى إذا انتهينا من دراسة هذه السلسلة وفهمناها جئنا إلى ناحية أخرى وهي هامة جدا، ندرس الواقعة في محتواها الداخلي، يعني ندرسها الواقعة مكانا وزمانا وإنسانا. حدث من الأحداث حدثونا به ضمن فترة معينة من الزمان، تخص هذه الواقعة إنسانا معينا، حتى تتجسد من خلال مثل، حتى تكون المسألة أوضح نعرضها من خلال مثل. يروي إن مثلا أبو الفرج الإصفهاني صاحب كتاب الأغاني، يروي إن صاحب أمالي القالي أبو علي القالي، يروينا مثلا حياة سكينة بنت الحسين، لنأتي إلى آخر الموضوع، حياة سكينة بنت الحسين، يحدثون عن سكينة حديثا عجبا. هذه المرأة وفي منتصف القرن الأول من الهجرة كانت تفتح صالونا أدبيا تستقبل فيه الشعراء والوافدين، وكانت تقيم صالونا تدعو إلى الناس، وربما دعت بعض المغنين وأعجبت بهم وأنشدوا لها. هذه المرأة كما يعكسها لنا أبو الفرج الإصفهاني وصاحب أمال القالي كانت تجتمع بعمر ابن ربيعة، وعمر ابن ربيعة في رواية لهذه القصيدة قال هذه القصيدة فيها: قالت سكينة والدموع زوارف منها على الخدين والجلباب. نقف عند هذه الحادثة فقط، نحاول أن نحاكمها، من روى هذه الحادثة، نحاكمها من الخارج، مجرد عكس لهذه الطريقة في المحاكمة التاريخية. من رواها؟ رواها أبو الفرج الإصفهاني، عمن؟ عن صالح ابن حسان، عن الماجشون، عن ابن عوانة، عن الزبير ابن بكار، جماعة آخرين من القبيل. حسنا، أنا أرشدك إلى ثلاثة مصادر من مصادر إخواننا السنة في علم الرجال لتدرس حياة هؤلاء الرواة. صالح ابن حسان في ميزان الاحتدال للذهبي يقول: كان كذابا وضاعا يضع الأحاديث بالمال. الماجشون يقول بخصوص ابن حجر مثل ذلك. ابن عوانة يقول بخصوص الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد مثل ذلك. ابن فرج الإصفهاني الأموي نسبا الذي يرجع نسبه إلى الحكم ابن أبي العاص ونزعة، يقول بخصوص الخطيب البغدادي: كان من أكذب الناس. صاحب الكتاب نفسه والرواة أنفسهم. تعب. الزبير ابن بكار يقول ابن حجر عنه أنه كان من أكذب الناس. هذه الأسماء خذها بيدك وراجع هذه المصادر الثلاثة لعلم الرجال وغيرهم لترى رأي علماء الرجال في هؤلاء الكذابين. هذا من حيث السنة، درسنا سلسلة فوجدنا من يرويها كاذبا لا يبالي من أن يكذب، ومرتبطا ارتباطا مصلحيا، وكان يضع الأحاديث بالمال، يعني حاضر يعني أن يبيع أحاديثه. عندئذ أتبقى ثقة بأحاديثه؟ مو إذا رواها في سكينة، إذا رواها في أي إنسان، إذا كانت الأحاديث تخدش إنسانا، إذا كانت الأحاديث تمثل وجهة نظر مغايرة للوجهة النظر المألوفة، عندئذ إذا كان واضحها إنسان موثوق وصادق
أقول ربما عكست لي الحقيقة، فإذا تضافر معها حديث آخر أو صورة أخرى قبلتها، أما وهي تعطيني حديث يخالف المألوف والمعروف فتقول عن سكينة أنها كانت تفتح صالونا للشعراء وتستقبل المغنين، وهذه مسألة لماذا كانت غير مألوفة سنتحدث بعد إذن. عندئذ سأتهم هذا الحديث بالوضع. لماذا؟ لأن أصحابه معروفين بالكذب. ولماذا بعد؟ ولأن الفترة الزمنية كان يقوم فيها صراع سياسي بين فئتين، بين أهل البيت الذين كانوا يمثلون المعارضة، علي والحسين وعلي بن الحسين، وبين الأمويين. ومن الطبيعي جدا أن أفكر أن كذابا كهذا يمكن أن تستخدمه السلطة لتشويه الأسرة المعارضة وتأريخ المعارضة، أليس كذلك؟ أليس كذابا وضاعا لا يعبأ من أن يكتب بالأجر؟ يمكن أن يسخر قلم لتشويه الحقائق ولقلب الأوضاع ولإعطاء صورة مشوهة للجماعة التي أخذت مواقعها في الجهاد وأخذت مصالح الأمة تحتضنها وتناضل عنها. مسألة جدا معقولة، ما زلنا نجد لها أمثلة في واقعنا القائم. من الممكن أن تسخر الأقلام ومن الممكن أن تسخر الألسنة. إذا كان كذلك فنحن نضع علائم استفهام، ثم نأتي نقول هذا لا يكفي، لندرس الواقع نفسها. سكينة بنت الحسين ابن علي ابن أبي طالب، سكينة بنت الرباب، وهكذا نأتي بالحقيقة لندرس شخصية، ندرس البيئة مالتها، ندرس أسرتها، ونقف عند ذلك. أين تسكن سكينة؟ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، المكان الذي شهد هبوط الوحي، المكان الذي فيه محل تجمع الصحابة، تجمع الفقهاء، منطلق الإشعاع الفكري للثورة الإسلامية، محل فقهائها وحاملي مبادئها، أليس كذلك؟ هي التي تزود العالم الإسلامي بالمعلمين، وتزود العالم الإسلامي بالمقرئين، وتزود العالم الإسلامي بالفقهاء. منها انطلقت ثورات الاحتجاج، منها الخلفاء، ومنها انطلقت ثورات الاحتجاج على الانحراف والفساد والفسق والفجور، منها انطلق الحسين. وما هي مبررات حركة الحسين؟ يا جد، هذا يزيد شارب الخمور وراكب الفجور، وراكب الفجور يريد أن يحملني على بيعته. يعني مبررات أو بعض مبررات أن يزيد فاسق فاجر. هنا انطلق الحسين، سكينة تعيش في هذا العصر، منها انطلقت ثورة المدينة بعد الحسين، لاحظ، منها انطلق عبد الله ابن الزبير، يعني عبد الله ابن الزبير ايضا يعني كنا انسرب ضمن مجرى الثورة، وحمل لواء المعارضة وركب اكتافها ليحارب الامويين ايضا. هذه مسألة مهمة جدا، لاحظ الثورات منين تنطلق، هاي محل القاعدة الاسلامية الاولى، محل الفكر الثوري الاول. سكينة هنا تعيش، يمكن ان يصدق واحد ان مدينة رسول الله سنة 60 هجرية، بعد 60 هجرية سنة 70 كانت محلا لصالونات اللهو وصالونات الفجور وصالونات المغنين، وتفتح فيه امرأة، وامرأة من؟ امرأة من ذروة القيادة الدينية والسياسية للأمة، ابنة الحسين ابن علي الثائر الشهيد القتيل. أليس هذا مستحيلا في المحاكمة الداخلية؟ لنترك ذلك أيضا، لنترك ذلك. سكينة نفسها يخطبها الحسن ابن الحسن للحسين، الحسين يقول له أنا أحبك لأن أخي الحسن كان يحبك ودني، وأنا ما أختار لك ابنتي سكين، وإنما أختار لك ابنتي فاطمة لأنها تشبه أمي فاطمة شكلا وخلقا، وابنتي سكينة غلب عليها الاستغراق مع الله. الحسين يقول غلب عليها الاستغراق مع الله، يعني امرأة متعبدة، وأراها الكلمة تقول لا تصلح لرجل، لا تصلح من حيث ماذا؟
من حيث أن اهتماماتها أساسا منصرفة للتعبد، وإن كان مو معناه يعطلها عن الزواج، بس الحسين حب يختار فاطمة. احنا ردنا فقط غلب عليها الاستغراق في الله، كيف يتواءم وكيف ينسجم مع فتح صالون للشعراء وفتح صالون للمغنين، واجتماع بعمر ابن ابي ربيع الماجن الخليع، كيف يمكن ان يتلائم هذا؟ الا يمكن ان يكون هذا دسا امويا او زبيريا جاء ليقابل ما ذكره التاريخ باكثر من رقم؟ وهنا ما تقدر تتهم التاريخ في هذه الارقام، لما؟ لان التاريخ كتب باقلام كانت مسخره للسلطه انذاك، ولان هذا التاريخ الذي يكتب هذا الارقام اتعرف من يكتبه؟ مثلا ابو الفرج الاصفهاني وهو اموي النسب. اصفهاني كلمه اصفهاني لانه سكن اصفهان، يعني هو مو اصفهاني، هو رجل عربي يرجع في نسبه الى الحكم ابن ابي العاص، يعني رجل اموي نسبا ونزعه. يذكر لنا هذه الروايات هو ابو الفرج الاصفهاني، ناس مرتبطين بالدولة بالامويين. يذكر لنا ان رملة اخت عبد الملك ابن مروان تغزل بها عمر ابن ابي ربيع. يذكر لنا ان فاطمة بنت عبد الملك ارسلت جواريها الى عمر ابن ابي ربيع، هو ينقل عمر ابن ابي ربيع ذلك، ارسلته اقراها بترجمته بالاغاني، ارسلت اليه في الليل جارية قالت هل تحب ان تشهد ما لا تحلم بمشاهدته؟ قال نعم. قالت بشرط ما هو؟ قالت ان اشد عينيك شدا وثيقا واقودك الى هذا المكان واشد عينيك وارجعك. وافق، شدت عينيه واخذت تقوده وتذهب به في طريق ملتو يمنة ويسرى حتى لا يشخص الطريق، ثم أدخلته خيمة معينة فتحت عينيه يقول فرأيت جواريا وعطورا ومباخرة، ثم دخلت فتاة ما رأيت أجمل منها، فقالت يا فاسق أنت الذي تقول كذا وكذا، وبدأت تنشد أشعارا وبدأت تستنشد، ثم أرجعته إلى مكان 3 ليالي، وفي الليلة الثالثة وضع في يد خلوق وطبع على الخيمة، وفي الصباح يقول شخصتها فإذا هي خيمة فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان. وتعود فاطمة بنت عبد الملك ويستقبلها رجل يستعطيها أو يستعطفها، فتجبهه وترده ردا عنيفا وتقول عدنا من مكة دون أن نظفر من هذا الفاسق بشيء من الشعر، يعني من عمر بن أبي ربيع لم يتغزل فيها. يقول قلت لها يا أميرتي وهل تحبين أن آتيك بشيء من شعره؟ قالت إن فعلت أعطيتك بكل بيت 1000 درهم. يقول وذهبت عتوت إلى عمر بن أبي ربيعة، قلت له أغثني يا عمر، أنت ما فعل بعمرك شيء من الخيرات على هالمستوى، أغثني ماذا تريد؟ قلت له تغزل بفاطمة بنت عبد الملك فقد وعدتني أن تعطيني بكل بيت 1000 درهم. يقول فنظم لي 10 أبيات وذهبت إليها وأعطتني 10,000 درهم. هذه أبو الفرج الإصفهاني يرويها، أبو الفرج الإصفهاني الأموي حسنا، والتاريخ كتب مو للهاشميين وإنما كتب للسلطة القائمة آنذاك. ما أستطيع أن أقول هاي تمثل حقيقة 100%، عندئذ لا أكون باحثا علميا، لكن أقول أن احتمالات الكذب بالنسبة لها أقل من احتمالات الكذب بالنسبة لسكين. لما؟ لأن إمكان الوضع وإمكان التحيز غير وارد، لاحظ، ولأن مستوى البيئة ومستوى البيت ومستوى الأخلاقية لا تأبى ذلك ولا تنافي. بيت ملك، يعني بيت ملكي، البيت الملكي أنت تعرف البيت الملكي هذا شأنه، هذا معناه. نعم، إذا تدرس يعني تاريخ الخلفاء الأمويين ترى عجبا، بحسبك حبابة وسلامة، بحسبك الجارية التي ألبسها الوليد عمامة وأمرها أن تصلي بالمسلمين، بحسبك يا دار دوريني، بحسبك وبحسبك وبحسبك. هذا تاريخ الملوك، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها
وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، هاي هي طبيعتهم، هذا هو خلقهم. إذا كان كذلك فنحن لا نستبعد، لا نستغرب هذا السلوك من بنات الملوك. إذا كان كذلك فنحن لا نرى ثمة تحيزا من الرواة. لكن سكينة بنت الحسين قمة الالتزام الديني والخلقي، قادة الثورة. وإذا تركنا شخصية سكينة وبيئتها وأسرتها، حسنا نأتي إلى شيء آخر. متى تفرغت سكينة لمثل هذه الأعمال؟ أحين قتل أبوها؟ والإمام يقول: ما امتشطت هاشمية ولا اكتحلت ولا تزينت حتى بعث المختار برأس عبيد الله ابن زياد، حتى قامت ثورة المختار واستأصلت قتلت الحسين. أم في السنة الثانية وقد ماتت أمها الرباب، هذه المرأة الوفية المسلمة التي أقسمت أن لا تستظل بسقف بيت بعد ابن رسول الله أبدا، قالت: لا أستظل بسقف بيت بعد الحسين أبدا، وظلت تبكي سنة كاملة حتى لحقت به كمدا وحزنا. هذه أمها تنوح وياها سنة، هي ما تنوح، هذا مو أبوها. يمتى سكينة فرغت هذا؟ في السنة الثالثة ووقعت ثورة المدينة، واقعة الحرة الذي أباح بها يزيد ابن معاوية مدينة رسول الله لجيشه، حتى افتضت 1000 بكر، وحتى أن الرجل تخطب إليه ابنته فلا يضمن عذريتها ولا يضمن بكارتها، وحتى راتت الخيل حول قبر رسول الله. اقرأ التاريخ، كل التاريخ، اقرأ التاريخ وشوف واقعة المدينة أي فظائع فيها. كان الجندي اليزيدي الأموي يدخل على المرأة المسلمة ويطلب منها المال، تقول له: والله ما تركوا لنا شيئا، لقد دخل الجنود من قبلك ولم يتركوا شيئا. وكانت امرأة نفساء، يعني في يوم في أيام النفاس، فقال: إن لم تخرجي لي مالا أخذت طفلك وقتلته. قالت: والله لا أملك شيئا. انتزع الوليد منها من رجله ثم ضرب فيه الجدار فتناتر مخه. اقرأ التاريخ، هذه هي الفظائع التي كانت تعيشها الأمة في عهد يزيد ابن معاوية. سنة قتل الحسين، سنة هدم الكعبة، أباح المدينة، هلك بعدئذ، أهلكه الله. في أي وقت سكينة تتفرغ للصواوين لاستقبال الشعراء؟ أين أخوها زين العابدين صاحب الصحيفة السجادية؟ من أين أخذ هذا اللقب زين العابدين؟ صاحب الصحيفة السجادية إنجيل آل محمد، والله أي مسلم لم يقرأ هذه الصحيفة سيخسر. فكر هائل، رؤية هائلة، معرفة بالله، ارتباط لا نظير له. المسلم بعد يعني الأنشودة التي يجب أن ينشدها المسلم مع الله، ما يجد أروع من مناجات زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. ظروفه السياسية وأوضاعه فرغته للعبادة، أخذ يناجي الله تبارك وتعالى بقلب واله من خلال الصحيفة السجادية. مو مجرد دعاء، ولكنها مفاهيم وأفكار وتعاليم وتوجيهات يفرغها بصيغة دعاء. أي مسلم لم يقرأ هذه الصحيفة سيخسر كثيرا في معرفة الفكر الإسلامي الذي مثله أهل البيت عليهم السلام. ويقرأها مو صيغة عريضة، المسلمين يقرؤون الأدعية بصيغة عريضة موجهة لله: ارزقني، ارحمني، عافيني، طيني مال، يعني صيغة عريضة تماما، كما يوجه عريضة لحاكم أو لمسؤول. يجب أن لا يقرأها بها صيغة، مو عرائض موجهة لله. خلي يفهم أن أهل البيت اتخذوا من الدعاء صيغة معينة لإيصال مفاهيمهم للناس، ماكو شارة، فاتخذ من الدعاء أسلوبا يفهمه كذلك ويتأمل به، ما عنده وسيلة لبث مفاهيمه وأفكاره ورؤياه. وين كان زين العابدين؟ وين عمها محمد بن الحنفية؟ وين عبد الله بن عباس؟ ثم سكينة كانت هكذا فارغة عزباء، وين زوجها؟ ما كانت متزوجة؟ كانت متزوجة من أبناء عمها، من أبناء الحسن، حسنا بعد هذا التاريخ يقول زوجة مصعب بن الزبير. لنمشي مع هذه الواقعة التاريخية، زوجها مصعب بن الزبير. المصعب تعرف تقييمه؟
تعرف قيمته يعني، خلي قيمته من الناحية الدينية حسب منظارك المعين، لا خلينا نشوف قيمته من حيث إباءة وشجاعته. خصم منه خصم عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان قاتل حتى هزم جيشه، ظل يقاتل مصعب وحده، كان لا ينهزم، عرض عليه عبد الملك بن مروان أي إقليم، قال له أنا أنفس بك عن القتل، ما أريدك تموت، اختار أي إقليم أنا أوليك عليه. إيش كان جوابه؟ وإن الأولى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسي. أبى أن ينهزم، أن يساوم، وظل بمكانه حتى مات. وقال خصم عبد الملك ابن مروان بي وقد أتعبه كثيرا مصعب، قال والله إن مصعبا لو عرف أن الماء يرنق مروءته لما شربه. هاي شهادة كبيرة جدا، لو أن الماء يخدش مروءته لما شربه. إذا كان مصعب كما يقول التاريخ هو زوج سكينة وكان بهذه الدرجة من الغيرة، فكيف رضي أن تفتح مثل هذه الصالونات كما يقول أبو الفرج الصهاني؟ هذا هو الافتراء الغريب. أردنا من مؤرخينا أن يقفوا لدى كل واقعة، ليست هذه فقط وإنما كل واقعة، هذه أو غير هذه، موقفا محاكما على هذا المستوى. يحاكمها سندا، يحاكمها متنا، يحاكمها ظروفا، إنسانا، زمانا، مكانا. ما يمكن أن تلتئم هذه الوقائع مع سكينة، وإنما سكينة يلتئم معها أن تكون كما قال الحسين، غلب عليها الاستغراق في الله. ونجد هاي الشهادة الحسين يحتفظ بها، يعني ما قالها الحسين ضمن ظرف معين، نجد هاي الكلمة في آخر لحظة الحسين يقولها، لما جاء الحسين ليودع أهلي ليودع نساء، ودع النساء واحدة بعد واحدة، ثم قال زينب أين ابنتي سكينة؟ قالت ها هي ذا ها هي ذي، نظر ناحية رأى سكينة جالسة وقد وضعت بين رأسها بين ركبتيها وهي تبكي بكاء مرا تنشج نشيجا عاليا. نزل الحسين إليها أخذها إلى صدره، ضمها إليه، أخذ يقبلها، يمسح رأسها ومدامعها، وهو يقول سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء، إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. لاحظ الحسين يعتبرها خيرة النسوان، وهذه شهادة عظيمة من الحسين. تقل شلون بطل بجاي، تقل شلون بطل بجاي، عسيانش يصبرني واشوف انك وداع الموت والفرقات تودعني، يا ابويا من زغر سني تفارجني وتيتمني، ما اقدر يا ابويا على اليتم وبغير والي شلون اتيم، المن اروح من نظم يقلها يطول من بعدي ونينك ومثل النيب كان اسمع حنينك، يا ابويا لا تشوفيني بعينك. نسألك الله وندعوك، خذ بأيدينا لما تحب وترضى، وفقنا لطاعتك، أعنا على أنفسنا، عاملنا بلطفك، الحاضرون احفظهم فردا فردا، المؤسسون تقبل أعمالهم، إلى أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة.